عجيب هو حال العلماء وغريب هو حال الفقهاء. فإننا عندما نطالع وننظر في كتب التراجم، كتب السير، كتب الطبقات التي ترجمت لهؤلاء الأكابر رضي الله عنهم وأرضاهم، نلاحظ ما كانوا عليه من جد واجتهاد، نلاحظ ما كانوا عليه من فقر وضيق ذات اليد، نلاحظ ما كانوا عليه من معاناة، نلاحظ الحياة الصعبة الشديدة التي كانوا يعيشون فيها. تلك الحياة وتلك الظروف الصعبة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الرجال ولا يصبر عليها إلا الأبطال. ومن جميل ما قرأ في تلازم وفي علاقة الفقر بالفقه هذه الأبيات التي صاغها بعض الفقهاء على هيئة حوار، على هيئة سؤال بينه وبين الفقر. هو يريد أن يعرف مكان الفقر حتى ينجو منه، ولكن هيهات هيئات، هيهات هيهات أن ينجو منه. فيقول رضي الله عنه وأرضاه: قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. سبحان الله، كأنه يقول للشيخ هذا الفقيه: يا مولانا، أنا بيني وبين العلماء، بيني وبين الفقهاء علاقة مودة ومحبة وألفة وأخوة، ولا يليق بي أن أترك هذه العلاقة، إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. وآخر يجعل الفقه هو الفقرة بعينه، وإنما راء الفقه استدارت فصارت هاء. فيقول في هذا المعنى: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. سبحان الله، لما ننظر في كلمة الفقيه وكلمة الفقير توافق وتشابه في كل الحروف إلا الحرف الأخير. كلمة الفقيه بتنتهي بالهاء، وكلمة الفقير تنتهي بالراء، وكأنه الراء بتاعة الفقير استدارت وتجمعت أطرافها، فهناك تلازم وعلاقة بين الفقه وبين الفقه. وسبحان الله، ورضي الله عن هؤلاء الأكابر برغم تعبهم ونصبهم وبرغم معاناتهم للفقر وضيق ذات اليد، لم يتوقفوا عن نشر العلم وعن تعليم الناس وعن رفع راية الإسلام، بل كانوا يستهينون بالفقه وبكل هذه الأمور. فهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فيما ينسب إليه يستهين بالفقر وضيق ذات اليد وشدة الحياة، فيقول رضي الله عنه وأرضاه: أمطري سماء سرنديب، وأفيضي أبارة كرورة تبرة، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، ولئن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا.